هذا البار ما وصل اخذ طلبات معلومه. بعد أيام قليلة سيكون العاشر من المحرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام عليه حسين عليه السلام. بصراحة نحن نقوم بتقديم الخدمات سواء في داخل المدن أو خارجها، واليوم قمنا بتبليط الشارع المؤدي في منطقة عرش إلى مرقد الإمام زين العابدين بن علي من أجل تخفيف العبء عن الزائرين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء. فاليوم الحمد لله قمنا بتبليط هذا الشارع الذي يساهم في عملية تقليل المعاناة عن الزائرين. هذا الشارع يبلغ طوله بحدود كيلو وربع متر طول وبعرض 6 أمتار. إن شاء الله سنقوم كذلك بعملية عمل أكتاف لهذا الشارع. نحن بصراحة فرحين لهذه المبادرة كونها تساهم بشكل كبير في تأهيل الوصول إلى المراقد المقدسة. سيستمر عملنا في الوحدات الإدارية كافة سواء في داخل المدن أو خارجها حتى نستطيع أن نقدم ونخفف العبء سواء عن الأهالي أو عن الزائرين إلى المناطق المقدسة في مناطق سهل نينوى والمناطق الأخرى في محافظة نينوى. بارك الله بهم، جهود طيبين، الناس خيرين، ما قسوا ويانا، وخصوصا الزائرين مقام علي بن حسين زين العابدين عليه السلام. ما شاء الله الحمد لله وشكر زين إن شاء الله. زين هذا الشارع راح يفيدكم؟ حيل يفيدنا، خصوصا أيام شتاء ما شاء الله أيامنا حيل استفاد منها، أيام مناسبات، أيام عاشوراء، أيام حتى مناسبات يوم عرفة العيد هم يفيدنا بالشتاء، ما عدا مناسبات الحمد لله وشكر.